بتغني بأكتر من لغة، كم لغة بتغني بيها؟ بحاول ان انا اغني اللغات اللي انا بعرف اتكلمها كويس يعني، بس هو في الاوبرا في 4 لغات اللي هم اهم 4 لغات، الطلياني والالماني والفرنساوي والانجليزي برضو الى حد ما مهم، والاسباني برضو في موسيقى اسباني مهمة جدا، فهو دي ال5 لغات اللي انا بحب اركز عليهم، ده طبعا غير العربي يعني، اصل العربي مش اوبرا قوي، بس انا برضو بغني عربي في حفلات كتير. بتغني عربي في الخارج، وإذا كنت بتغني إيه رد فعل الناس اللي بيسمعوا؟ بغني عربي طول عمري في الخارج من وانا صغيره جدا، من ساعه ما ابتديت اخش مسابقات بره مصر وانا بغني عربي في الخارج، والصراحه دايما رد الفعل بيبقى يعني جميل جدا، بيبقى اللي هو احنا عايزين نسمع من ده اكتر، انتي جايه تعلمينا حاجه جديده، انتي جايه تكلمينا على ثقافه مختلفه تماما عن الثقافه بتاعتنا، احنا عايزينك تغني من ده اكتر. فالصراحه ما اقدرش اقول حاجه وحشه يعني، دايما كان رد الفعل حلو جدا ويشجعني جدا ان انا اغني عربي اكتر، ودايما بحاول في تقريبا كل حفله على قدر بمقدر الامكان يعني، في كل حفله انا بعملها بره مصر حتى لو البروجرام اللي انا بقدمه ما فيهوش عربي، ان انا حتى اغني اغنيه في الاخر خالص زياده عن البروجرام بالعربي، ودايما الجمهور بيتبسط جدا، بيبقى خلاص من كتر ما انا عودت الجمهور ان انا اعمل كده بيبقى متوقع عن الاغنيه زياده في اخر الحفله حتى بحاجه عربي هدية مني اليوم. دور أسرتك في توجيهك لهذا الفن، وعلى فكرة احنا عندنا تسجيل لك ووالدك، انتوا بتغنوا مع بعض أغنية للقدير فؤاد المهندس، فاكرة؟ ايوه طبعا. هو دور كبير جدا، هو الدور كله الصراحة، علشان هما يعني من وانا صغيرة عمرهم ما وقفوا في طريقي الصراحة في الفن عامة، يعني لما كنت بقول عايزة أرقص كانوا بيودوني أرقص، لما كنت بقول عايزة أغني غني، عايزة تمثلي مثلي، حتى في وسطنا، حتى في وسط العيلة وفي وسط الأصحاب كانوا دايما بيشجعوني، وأنا وأخواتي هم برضه أخواتي موسيقيين جدا جدا جدا، فكنا إحنا الثلاثة دايما عندنا طلعاتنا كده في وسط أصحابنا وأصحاب أهلي، كنا دايما يبقى عندنا افكار مبدعه جدا وافكار جديده، نبقى عايزين نقعد مع بعض ونغني ونالف كلمات ونحط كلمات على اغاني، فده كان جزء كبير جدا من طفولتي، واهلي عمرهم ما وقفوا في طريقنا، بالعكس كانوا دايما بيشجعونا ان احنا نبدع اكتر، وبحس ان دي حته احيانا ممكن نكون بنستقل بيها شويه، ان الاهل ما عمرهم ما علقوا تعليق وحش على الحاجات دي، بالعكس كانوا دايما يشجعونا ان احنا نطلع اللي احنا عايزينه من فن ومن موسيقى ومن كرياتيفيتي، والصراحة طبعا وقفتهم جنبي لما يعني ابتديت بقى اتعمق اكتر في الغنى الاوبرالي وفي المسابقات الغنى اللي انا كنت بخشها وانا صغيرة، بتكلم على السن 14 15 16 17 سنة قبل ما اسافر المانيا، كانوا واقفين جنبي جدا، كانوا بيحضروا معايا المسابقات، كانوا بيسافروا معايا، كانوا بيقفوا جنبي لما كنتش بكسب، كانوا بيقولوا لي هنحاول تاني وهنخش مسابقة تاني، يعني عمرهم الصراحة ما سابوني في لحظة، ودايما برجع اقول يعني بابايا هو السبب في ان انا سافرت، علشان انا لما كنت عايز اسافر وادرس اوبرا كان عندي 17 سنه، وامي كانت خايفه عليا جدا 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 ان انا اسافر واعيش لوحدي، وبابايا يعني طول عمري علاقتي مع بابايا علاقه فيها يعني دعوه قوي بالفن وبالموسيقى، عشان هو اللي كان بيسمعني المزيكا العربي زمان زي ما قلت برضو في الاول، فكان دايما هو يسمعني مزيكا كتير عربي واجنبي، بس كان بيركز قوي على العربي عشان ده المزيكا اللي هو كان بيحب يسمعها كتير، عبد الوهاب، عبد الحي حافظ، كامل الطويل. الحقيقة ده شيء جميل جدا، يعني الحقيقة برضو انت يعني بتوجهي لدور الأسرة في توجيه أولادهم ودورهم في أنهم مثلا فعلا يوصلوا بأولادهم إلى مستويات كبيرة جدا، يعني في العلم، في الأدب، في الغناء إلى آخره يعني. طيب طبعا أنا عارفة أن الوالد دكتور أحمد سعيد أستاذ في العلوم السياسية، كمان لفت نظري اسم مامتك، اسمها نيفرت أو نيفرت، اسم نيفرت فرعوني قديم جميل، شجعتك برضو؟
وقفت جنبي جامد جدا طبعا. يعني امي هي برضو اللي كانت بتودي ودي تمارين الغنى وترجعنا من تمارين الغنى، وهي اللي تتكلم مع المدرسين، وهي اللي تبقى قاعده معانا لما كنتش بكسب مسابقه، ولما كان يجي لي خبر وحش، ولما كنت ما اتمرنش كويس. يعني هي امي كانت متابعه بقى كل حاجه، هي اللي كانت معانا الوقت كله. وانا دايما بقول انا بابايا هو اللي شجعني، هو اللي اخد خطوه ان انا اسافر المانيا وادرس هناك، وان انا ادرس حاجه انا بحبها، ويعني في سن انا كنت صغيره جدا فيه. ولكن لا يمنع ان يعني بابايا ساعدني في الخطوه دي، بس بعد كده امي يعني كملت بقى المشوار معانا. ولكن اللي بحترمه في اهلي قوي ازاي هم برضو كانوا عايزين يتعلموا اكتر عن الاوبرا، وعايزين يتعلموا اكتر عن الموسيقى الكلاسيكيه، عشان هم الاثنين ما اتولدوش بيسمعوا موسيقى كلاسيكيه وعارفينها على المستوى اللي انا بعمله ده خالص. فحبيت جدا فيهم تعمقهم في العالم ده، وازاي هم فعلا بذلوا مجهود ان هم يفهموه علشان يعرفوا يفهموا العالم اللي انا بحبه، ويبقوا برضو جزء منه لما يبقوا موجودين حواليا، يبقوا عارفين، يبقى عندهم رأي، يبقى عندهم تعليقات، ولما اخلص يقول لي احنا عجبنا ده ما عجبناش ده الحاجات. يعني علشان يوصلوا المرحلة دي كانوا محتاجين يقروا، كانوا محتاجين يسمعوا ويتفرجوا ويسافروا معايا، وعرفهم على اصحابي المغنيين والموسيقيين ويتكلموا معاهم. وده مجهود الصراحة، هو دي مش حاجة صحيح بتحصل طبعا. كده. فصراحة انا بحترم فيهم جدا جدا النقطة دي. فاطمة، كان في حفل كبير جدا جدا في المتحف المصري الكبير، ووقفتي تغني، وكان يعني إلى جوارك التمثال العظيم لرمسيس الثاني. كان إحساسك إيه في هذه الحفلة؟ احساس ما يتوصفش، علشان لما وقفت اصلا عملت البروفا قبل ما الجمهور يوصل وكل حاجه، وقفت عملت البروفا وفي اللحظه دي كان رمسيس بس هو اللي قاعد بيسمع، ما كانش بقى فيه لسه جمهور. أيوه كان احساس ما كنتش عارفه اوصفه. يعني كان احساس، حسيت ان انا ما في، يعني فاطمه استمتعي باللحظه دي علشان انت مش هتعيشي اللحظه دي تاني في حياتك، ان انت تبقي واقفه في حته كلها تاريخ بالطريقة دي، وكمان بلدك، يعني حاجة أنا كنت مفتخرة بيها جدا. يعني مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها الصلالي، شكلها في ملامحي، وإن كان لوني أمحي، ده من فضل مصر، مصر مصر مصر. هنشوفك قريب مثلا في الأوبرا المصرية. يا ريت، انا احب جدا اغني في دار الاوبرا المصريه. للاسف ما فيش مواعيد قريب، بس يعني من اول الاماكن اللي انا غنيت فيها الاوبرا، اوبرا اول مسرح انا ظهرت عليه، فعشان كده ليه معزه خاصه الصراحه.